بعد مد وجذب لعدة شهور ومقاطعة لجلسات المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب يقدم استقالته صبيحة اختتام دورة البرلمان للغرفة السفلى. لأول مرة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني مددت الدورة البرلمانية لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس. لأول مرة في تاريخ الجزائر نشاهد بأن دورة المجلس الشعبي الوطني لا تغلق بصفة رسمية، وهذا نتيجة أن الحراك طلب في منذ مدة بذهاب البعاد، وها هو معاذ بوشارب كذلك يقدم استقالته تحت ضغط النواب، سواء نواب الموالاة أو المعارضة. في صباحة هذا اليوم اجتمع المكتب باستعضائه، الأغلبية موجودة، وبعد استقالة الأخ معاذ بوشارب فاجتمعوا الأخوة في المكتب واتفقوا على أن يسير المكتب من طرف الأخ ستربش. آليا يتم تمديدها إلى غاية 17 جويلية، حيث يتم انتخاب رئيس جديد قبل هذه المدة. هكذا كان المشهد، قاعة الجلسات فارغة وقلة من النواب في أروقة المجلس يترقبون تارة ويندّدون تارة أخرى. الموالاة والمعارضة اتفقوا حول موقف موحد، رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحتى من كانوا السباقين في تزكية بوشارب تغيرت مواقفهم. إذن هذه ليست قضية أشخاص، قضية كتلة كلها، فالكتلة التي وقفت ضد وحجة فنفس الكتلة التي وقفت ضد معاذ بوشارب. دورة برلمانية استثنائية اختتمت في الغرفة العليا بشكل عادي بحضور الطاقم الحكومي، وأجلت في المجلس الشعبي الوطني إلى غاية انتخاب رئيس جديد وسط حالة من الترقب لخليفة بوشارب على رأس الهيئة التشريعية كثالث رئيس في غضون سنتين.